استحوذت على المرتبة 7 عالمياً على مؤشر التنافسية، المرتبة 22 على 190 عالمياً على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، 95.19 الرتبة المئوية على مؤشر مكافحة الفساد، 96.15 الرتبة المئوية على مؤشر الجودة التنظيمية، المرتبة الأولى على تصنيف جواز السفر العالمي، المرتبة 17 على مؤشر السعادة عالمياً. هيدا مش لبنان، هيدا ألمانيا. بس ألمانيا ما كانت دايماً هيك. Towns like Cologne or Mainz or Dresden or also Berlin were destroyed to between 60% and 80%, and we are talking everything. Trümmerfrauen, people who with their bare hands, the ladies, the married women who with their bare hands were picking bricks from the street and setting them up. بعد الدمار اللي لحق بألمانيا جراء الحرب العالمية الثانية وبيظل انقسام حاد بين ألمانيا الغربية والشرقية، تواجدت ظروف داخلية وخارجية سمحت لهالدولة وضع نموذج اقتصادي بيجمع إلى حد ما خصائص كل من الطرفين، أدى لتطور البلد من خلال اقتصاد السوق مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. النظام الألماني الاقتصادي يلي اعتمدوه بعد الحرب العالمية الثانية كان من الأنظمة الاقتصادية يلي تعتبر مثالية، لأنه ألمانيا بهديك الوقت كانت طالعة من حرب، الناس منهكين اجتماعياً والاقتصاد منهك كتير على صعيد الصناعة والتجارة، وبالتالي جربوا يقولوا أنه المطلوب من النظام الاقتصادي إعادة إحياء الإنتاج والنمو، ومن ميل تاني مساعدة المجتمع الألماني اجتماعياً تيقدر يحقق نوع من العدالة الاجتماعية، وما تكون إعادة بناء ألمانيا وبناء اقتصاد ألمانيا من بعد الحرب بنظام اقتصادي ليبرالي متوحش مثل ما بيسموه. الوضع الداخل الألماني بيقدر واحد يعطي عنه كل الآراء الإيجابية لناحية اهتمام ألمانيا باعتبار أنه النظام الرأسمالي هو النظام على علاته أفضل الموجود، ولكن ليصير أفضل الموجود بقى ناخد بعين الاعتبار النتائج اللي معقول السوق الحرة تفرضه على المجتمع، بقى المجتمع هو الأساس. من هون أدخلوا له بعض الفاين تيونينج كرمال توزيع الثروة وتوزيع الفرص بشكل أساسي يكون مؤمن من خلال إجراءات الدولة، بغض النظر عن تقلب اليمين واليسار عليها ما كانت الفروقات هائلة. راعى هالنموذج من جهة أهمية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ومن جهة أخرى ركز على حماية المنافسة من خلال وضع القوانين وردع الاحتكارات، وبهالطريقة ازدادت الفرص قدام المستثمرين تيفتحوا شركات ويدخلوا على سوق العمل، مما ساهم بخلق فرص عمل وتخفيف البطالة. بدوره مع زيادة التوظيف ازدادت قدرة الفرد الشرائية، مما زاد الطلب المحلي من جهة وزاد الانتاجية من جهة تانية، فخلق نمو اقتصادي. النموذج الاقتصادي أمن ازدهار قطاعات اقتصادية ساعدت على تأمين الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعات التصديرية، فأنتج فائض بالميزان التجاري. مع الازدهار الاقتصادي أمنت الدولة تكافؤ فرص ودعم إضافي للأشخاص الأكثر حاجة من خلال التوزيع العادل للدخل والثروات. هالدورة الاقتصادية يلي خلقها النموذج ما كانت ممكنة لو ما النظام أمن من الأول استقرار نقدي وسعر صرف وأسعار ثابتة. ومثل ما حمى هالنموذج كافة فئات المجتمع، كذلك أمن لاحقاً الأطر يلي بتمنع استباح الطبيعة لأسباب اقتصادية. In the post-war period, when I was born, the social market economy for me personally was an experience. It was not something that was promoted as a theory, because as a kid, 5-6 years old in 1964-65, I was growing up in safety. Between 1948 and 1955-56, Erhard was extremely controversial. Social market economy
as a model for recovery after the experience of total destruction in World War II was an unprecedented mechanism, and the liberation of prices from government involvement was going against the spirit of the time. It took about 7 years, by my understanding, until Erhard became the hero and became associated with the Wirtschaftswunder, the economic miracle that lasted into the 1960s. التجربة يلي مرت على ألمانيا ونجاح نموذجها الاقتصادي بيعطي أمل لبلد مثل لبنان مرق بأزمات عديدة حرمت شعبه من الاستقرار وما تمكن حتى اليوم من الوصول للتنمية المستدامة. من خلال هيدا النموذج منقدر نشوف إذا في اختلالات بنيوية بالاقتصاد اللبناني ونصوب البوصلة على المشاكل الأساسية لنقدر نعالجها من جذورها ونتجنب الوقوع بالأغلاط نفسها. الخطأ الأساسي اللي صار عنا بلبنان ما بعد الحرب أنه ما رحنا على نظام اقتصادي واضح المعالم، بينما رحنا على نظام اقتصادي في نوع من الاستهلاك كان هو الأساس، يعني نظام استهلاكي مبني على سهولة الاقتراض وأيضا على ليرة مدعومة، يعني مثبت سعرها بطريقة أنه هي دايما كان سعرها أوطى من قيمتها الحقيقية، وبالتالي مما شجع الاستهلاك وضرب الانتاج من مال. ومن مال تاني ما كان في شيء اسمه عدالة اجتماعية، لأنه العدالة الاجتماعية بوقتها انربطت بنظام زبائني وصار وأصبحت حقوق المواطن تتعلق فقط بإداه هو ولائه أو وفائه للدائرة السياسية اللي بينتمي لها. We had an economic model that was very reliant on remittances to finance large twin deficits, so current account deficits and budget deficits, which was something that proved clearly was not sustainable in the long term. What happened last summer was a sudden stop in these deposit inflows that brought the whole house of cards to a standstill, to a fall. What the past 30 years have achieved was to give people a sense of economic stability that was embodied in the currency peg to the dollar. This sense of stability is not there anymore. What we see at the moment is a clear indication that the way the economy is being run is not sustainable and requires this fundamental shift. Lebanon in the past 30 years, by my humble opinion, has done a lousy job. It would be more an anarcho-capitalism than any other form even of neoliberal capitalism, meaning companies were the ones that were organizing on their own social programs, if at all. وقت يكون في شركة وحدة بتتحكم وبتسيطر على السوق وبتحط السعر يلي بيناسبها، المستهلك ما عنده خيارات غير انه يقبل بمستوى الخدمة والسعر المحدد. المناخ التنافسي رح يضل يضعف طالما الدولة ما عم تتدخل لتحد من الاحتكار بالقطاع الخاص، كما بينطبق التعريف ذاته على القطاع العام بس تكون الخدمة عم تتقدم عبر مورد واحد. مش بس هي الاحتكارات مثل الكهرباء عم بتكلف الدولة خسائر كبيرة ووصلتنا لدين عام كتير كبير، حتى عم تعطي خدمة رديئة ونوعية سيئة. الحل لهيدي المشاكل هي بتفكيك هيدي الاحتكارات. Going and saying that Lebanon has had too many monopolies, some of these monopolies were too supported by informal and some were supported by formal conditions in the legislation. بتسيطر الوكالات الحصرية على الاقتصاد اللبناني وبتعطي للاحتكار طابع قانوني. للوصول للبيئة التنافسية لازم أولاً إلغاء هيدي الوكالات، وتانياً المفروض على الدولة تتقدم بقانون منافسة حديث لتحمي تطبيق اقتصاد السوق الحر. هالقانون أساسي لتحسين الجودة من ناحية المستهلك وتأمين فرص متساوية لجميع المستثمرين حتى صغار الشركات لدخول الأسواق. ما بيكفي انه نتخلى عن الطرق الرسمية وغير الرسمية للحد من الاحتكار ونعزز التنافس،
من الضروري أيضا أنه نلغي الواسطة يلي سمحت لبعض الأشخاص التحكم باقتصاد البلد. هيدي المنافسة بتخلي أنه حال حدا عنده فكرة منيحة تقدر ينمي قطاع معين، مثلا بكرة بقطاع الاتصالات أي شركة يحب تفوت على السوق بتقدر تفوت، بتقدر تعطي خدمة اتصالات للمواطنين والشركات، وطبعا لتقدر تقنعهم يشتغلوا معها بدها تعطيهم يا أما سعر أقل يا أما خدمة أحسن، وهذا الشيء بيخدم كل الشركات الموجودة بالسوق، والمنافسة موجودة بكل القطاعات، ما عندهم الاحتكارات اللي نحن عنا إياها بكثير من القطاعات. أدى كل من تراكم المشاكل بالاقتصاد اللبناني من إهمال وفساد المؤتمنين على إدارة الدولة، إضافة لزيادة الأزمات السياسية بلبنان والمنطقة، لتباطؤ النمو الاقتصادي وصولاً لتقلص الناتج المحلي. بدأت أكبر أزمة اقتصادية بلبنان بال2018 مع انكماش اقتصادي بحدود 2% ووصل لنسبة تتراوح بين 20% و25% بسنة 2020 حسب توقعات البنك الدولي وصندوق النقد. وبالتالي من الضروري تدارك الأمور وإيجاد حلول على المدى القصير والبعيد لإنعاش الاقتصاد. طبعاً السقوط الحر بلبنان تحديداً سيكون من الصعب أنه تستتبعه بنهوض أو بنمو اقتصادي سريع وبنسب تفوق 10% لعدة أسباب. اليوم لا نمو اقتصادي بلبنان إذا لم تعود التدفقات المالية الخارجية إلى الاقتصاد الوطني. هالتدفقات المالية مرتبطة بشكل مباشر بالإصلاحات. فشلت الطبقة السياسية الحاكمة بتطبيق أي نوع من أنواع الإصلاحات. الأمر يلي ما بيختلف عليه كل الاقتصاديين هو أنه اليوم بدون حل جذري ما فينا نكفي. صار وقت الدولة تعمل إصلاحات أساسية لنقدر نرجع ننعش الاقتصاد من جديد. تعهد لبنان تطبيق برنامج إصلاحي بعد تلقي المساعدات والتسهيلات المالية من الدول المانحة بمؤتمر باريس 1 سنة 2001، ولكن لليوم بعد تعهدات الإصلاح بنت بالخطابات السياسية فقط، لكنها ما تنفذت مروراً بباريس 2 و3 ووصولاً لمؤتمر سادر سنة 2018. ربطت الدول المانحة بمؤتمر سادر تقديم المساعدات والقروض بتطبيق رزمة من الإصلاحات الهيكلية بالدولة والمتعلقة بكل القطاعات. بدون هالإصلاحات ودور الدولة الجوهري بتطبيقها، مهما حاول الاقتصاديين ما بيقدروا يوصلوا لنمو مستقر. I see in particular one big quick win, which is an IMF program. Because an IMF program does in particular one thing. It comes with a set of conditions that gives costly signals to international partners that this time is different. That this time reform has to occur because there is no other way. And it is only when reform actually occurs that confidence into the banking system can be restored, that external financing requirements can be met, that the diaspora will have an incentive again to repatriate money. يعني لتقدر تطلق عجلة النمو سيتطلب ذلك وقت بأفضل الأحوال ربما يحتاج إلى سنة و إذا بدنا نحكي بالنظر إلى الخبرة بكيف يعمل النظام اللبناني ربما نحتاج إلى 3 سنوات، وإذا اعتبرنا أنه سيكون هنالك من عراقيل سياسية ونزاعات سياسية على بعض البنود الإصلاحية ربما قد يأخذ الموضوع أكثر من 3 سنوات، ونتكلم ربما عن 5 سنوات حتى. لكن عدم وجود نمو اقتصادي اليوم ما بيعني أنه البلد ما بيقدر يحقق نمو مستدام. بنية لبنان الاقتصادية عبر التاريخ بتفرجي انه للبنان قدرات وامكانيات، ولكن ما تم ادارتها بشكل جيد وفعال. Lebanon has a very high ground in terms of human capital and in terms of social capital. Lebanon never had a very high ground in terms of the resource economy and in terms of the financial economy. عدد المغتربين اللبنانيين بيضاهي أكثر من مرتين عدد سكان لبنان، لهيك التدفقات المالية كانت الركن الأساس للاقتصاد عبر سنين. مثلاً معدل التحويلات المالية من 2010 ل 2019 مقدر بحوالي 3 مليار دولار سنوياً، أي 6% من معدل الناتج المحلي. ووجود اللبنانيين بالخارج بيعطي قوة اقتصادية أكبر من مساحة لبنان وحجم سكانه من خلال تدفق الاستثمارات من كافة البلدان. بيتطلب استقطاب رؤوس الأموال مناخ استثماري بالقطاعات الانتاجية،
والسؤال هون بيتمحور حول القطاعات يلي لازم يركز عليها لبنان ليحقق نمو اقتصادي، خاصة بعد نشر تقرير ماكنزي لرؤية لبنان الاقتصادية يلي بتركز على ضرورة وضع استراتيجية للقطاعات المنتجة. بعده معتقد انه الزراعة والصناعة هي اللي الحركة المحرك الاساسي للاقتصاد، لأي اقتصاد. هذا بعده عايش بخمسينات القرن الماضي، اليوم تغيرت المفاهيم، وشفنا بالتجربة انه الاقتصاد المنتج يعني بيكون الاقتصاد يلي الأعباء التشغيلية على كاهل القطاع الخاص منخفضة، مستوى تنافسية الاقتصاد مرتفع، والبيئة مناسبة لاستقطاب استثمارات من برا، لاستقطاب سياح، لاستقطاب تكنولوجيا، لاستقطاب شركات متعددة الأطراف. وهذا الشيء اللي ناقصنا هون. Healthcare is definitely one of the economic growth industries coming up for the world, and healthcare not only in vaccines but also healthcare in human services of health, healthcare in adjacent services. All of these industries have actually underused potential in Lebanon. Then you have other industries with the knowledge economy that can be capitalized on if they have the right kinds of environment. هالقطاعات يلي سبق وذكرناها ما بتقل أهمية عن ضرورة تحفيز وخلق شركات صغيرة ومتوسطة الحجم لما فيها من قدرة على تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية. Creating such a framework of protection for social enterprises, protection and nourishing of knowledge economy through all the legal parameters, starting from investment to capital markets to bankruptcy control, will be able to create the framework and the shell under which small enterprises can grow. بالبنية الاقتصادية اللبنانية نظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة موجود وبيطبق ولو بنسبة غير عادلة، ولكن أموال هيدي الضرائب ما أمنت للمواطن اللبناني أدنى حقوقه الاجتماعية والصحية والتربوية، ناهيك عن البنى التحتية السيئة وغياب الخدمات. فكيف بده يوثق المواطن اللبناني بدولته الغايبة عن أبسط واجباتها؟ موضوع الضريبة أولا في الشق النظري فيها اللي هي بتحدد علاقة نظرة الناس لشرعية السلطة. بلبنان الضريبة تعتبر شيء بيشبه خوة، لأنه شرعية السلطة السياسية بأدنى مستوياتها بالنسبة للمواطنين، بقى بيعتبروه أنه أنا عم بيروح شيء من مالي الخاص لإطار عام عم بينسرق، ما عم بيجيني شيء بالمقابل منه كخدمات. بال2017 زادت الحكومة الضرائب، رجعت بموازنة 2019 زادت الضرائب. زادت الضرائب عمين؟ على الجزء يلي بيدفع ضرائبه، بينما عندك اقتصاد موازي حجمه 30% من الاقتصاد اللبناني. الاقتصاد الموازي يعني شركات ومؤسسات وافراد ما عندها رقم ضريبي، ما عندها مسجله لدى وزاره الماليه، ما بتصرح عن ايراداتها وعن ارباحها، ما بتدفع ضريبه على ارباحها، ما بتدفع ضريبه على القيمه المضافه للخزينه، ما مسجله موظفينها بصندوق الضمان الاجتماعي، وما في اي رادع لهالشيء. بينما شو بيروحوا يعملوا؟ بيزيدوا الضرائب على الأشخاص والأسر والشركات يلي هي بالاقتصاد الرسمي واللي هي بتلتزم بالقانون. وحتى بالاقتصاد الرسمي في عندك مهن حرة قادر كتير أعضاء فيها يتهربوا من دفع الضرائب. بتشكل الضرائب 80% من إيرادات الدولة، لكنها غير كافية نظراً لرقم النفقات يلي هو مرة ونص أكبر من الإيرادات. تحسين الجباية عامل أساسي لزيادة واردات الدولة، خاصة أنه التهرب الضريبي بيتراوح بين المليار والمليارين دولار سنوياً، أي حوالي 3% من الناتج المحلي. ما حدا بالعالم وبالتاريخ بحب يدفع ضرائب، بس وقت يكون في رادع الناس تدفع ضرائب وهي مبسوطة قبل ما يكون في خدمات، بس يكون في رادع. ومثل هالشي هو بالولايات المتحدة في مؤسسة اسمها Internal Revenue Services، لأنه عندها صلاحيات تقدر تجازي يلي ما بيدفع ضرائب أو اللي بيصرح عن ضرائبه وبيزعبر فيها،
الناس كلها بتصرح بمنتصف نيسان من كل سنة عن دخلها وعن ضرائبها، مش لأنه في قانون بيجبرهم، لأنه في رادع اسمه الانترنال ريفينيو سيرفيسز. على المستوى التقني وهون كمان خيارات سياسية بالآخر، في عندنا مشاكل ما قبل تحديد الضريبة، اللي هي إنه ما نلغي السرية المصرفية ونحول الضرائب عنا من ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك مثل التفئة اللي هي بتصيب العالم سواسية، لتصير في عنا ضرائب على الثروة وعلى الدخل، وتاني شغلة تصير تصاعدية تا المساهمة اللي البلد سمح له بتحقيق ثروة أكبر من غيره تكون مساهمته أكبر من غيره بالحفاظ على النظام اللي خليه حقق ثروته، وبتزيد عليه القيمة الاجتماعية والأخلاقية اللي مفروض النظام السياسي يحملها، بأنه النظام السياسي مش بس لكل تستغل المجتمع لتحقيق ثروات لها، بل هي كمان بهمة اللي ما عندهم ثروات بالمجتمع يكون عندهم على القليلة المساواة بالفرصة. ولكن السؤال هون، هل نظام الضرائب التصاعدي هو الحل الوحيد؟ هناك جدال تاريخي اقتصادي بين رفع الضرائب لتحسين الخدمات وتوظيفها بشكل عادل، أو الذهاب بنظرة أخرى من خلال إعطاء الشركات الكبيرة دافع لاستثمار أكبر وتوظيف أكثر لتستفيد الفئة الفقيرة من وظائف جديدة. قبل ما نحكي بزيادة أي ضريبة أو رسم مباشر أو غير مباشر، بدك تستهلك كل الطرق الأخرى الموجودة لتحصل الدولة إيراداتها وحقها. يعني بالأول بتبلش بمكافحة التهرب الجمركي، بتبلش بمكافحة التهرب الضريبي، وبتبلش بتخفيض الهدر والنفقات الغير ضرورية بالقطاع العام، وبتدخل القطاع الخاص لإدارة القطاعات الحيوية بالقطاع العام لتزيد إيرادات الدولة. وبس تخلص من كل هالإجراءات، ساعتها بتبلش تفكر إذا بنقدر نسمح لحالنا نزيد أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة أو أي رسم. بس ما فيك تلقائياً تقول نحن اقتصاد رائع معناتها لازم نزيد الضرائب، معناتها لازم نعاقب الناجح. مش عيب تحقيق الأرباح، ومش عيب الشخص يكون ناجح ويحقق بنجاحه نتائج مادية. وتتقرر تعمل نظام ضرائبي مرتبط بنظام سياسي، طبيعي في رساميل قد تهرب وفي رساميل ما بتهرب، حسب نحن شو بدنا. إذا بدنا البلد يبقى محل لتبييض الأموال ولكل الأموال غير المشروعة بالمنطقة تجي لهون، أما لقل اللي بتحقق مصاري بالريوع، يعني هو قاعد وحط إجر على إجر بيصير يشتري عقار ويبيع عقار ويحقق فروقات ما عم تزيد شيء على الانتاج العام، إيه جزء من هو إيه معقول يفل. بس نحن بنكون عم نصنع ثروات، أول شيء sustainable بمعنى أنه هيدي ديمومتها داخل النظام السياسي أطول، لأنه هي طالعة من طبيعة عمل الاقتصاد اللبناني، بقى لوين بده يفل إذا هو عمله هون؟ هون هالنوع من الثروات أنا ما بدي إياها تفل. النوع الثاني من الثروات أنا ما في أرهن المجتمع والبلد كرمال الحفاظ عليه بس ليبقى البلد ملاذ لتبييض الأموال. منلاحظ بالنظام الاقتصادي اللبناني غياب شبه تام للأولويات الاجتماعية، إن كان بطرح مشاريع قوانين حديثة ومتطورة أو حتى من خلال عمل الحكومات المتعاقبة، بوقت هالأولويات هي بحاجة فقط لقرار جريء وغير شعبوي من قبل السلطة التنفيذية. بتسعى كل دول العالم المتطورة لتخفيف نسبة البطالة بوضع خطط اقتصادية لخلق فرص عمل وتحريك الدورة الاقتصادية، ولكن بلبنان لجأت الحكومات المتعاقبة وبدون أي خطة مدروسة لتحقيق هالهدف إلى زيادة التوظيفات بالإدارات العامة وبالأماكن غير المناسبة، الأمر اللي شكل عبء كبير على ميزانيتها. واحد من مؤشرات عدم جدية الدولة بإعطاء أهمية قصوى لنسبة البطالة غياب الدراسات العلمية لسوق العمل ومتطلباته. Il y a eu une étude qui a été faite en 2019 avant la crise publiée par l'administration centrale des statistiques qui avait estimé le taux de chômage à 11,6% au niveau national. Il était de 6%. En 2009, donc en 10 ans, il avait doublé. Le taux de chômage des Libanais était à plus de 12%. Et ce qui était intéressant à voir, c'est que le taux de chômage parmi les jeunes était très élevé. Et parmi les jeunes diplômés, il était de plus de 35%. En fait, on crée des emplois non qualifiés et on importe une main-d'œuvre non qualifiée
le fait que notre économie ne soit pas capable de produire suffisamment d'emplois qualifiés pour absorber ces jeunes fait qu'en fait, tous les jeunes éduqués et qualifiés partent. Alors aujourd'hui, avec la crise, le taux de chômage a évidemment explosé. On n'a pas de nouveaux chiffres, mais une très récente enquête faite par la Banque mondiale montrait que le taux de chômage était passé de 37% en février à 49% en août. نظراً لتدهور الوضع الاجتماعي الحالي، صار الوقت إنه نستغل الأزمة لنحط خطة استراتيجية واضحة لتحسين سوق العمل وخلق فرص جديدة للمدى القريب، المتوسط والبعيد من خلال تطوير القطاعات الواعدة والمنتجة. بتحليل بسيط للقوى العاملة بلبنان، منلاقي إنه 3.6% فقط بتشتغل بالقطاع الزراعي و11% فقط بالقطاع الصناعي. أما النسبة الأكبر موجودة بقطاعات الخدمات. What you can do in Lebanon first is you need to be able to organize labor by organizing labor for labor's sake, not for the sake of a political gain or a political goal of a labor owner or the power of the labor unions in Lebanon seems not to be very clear when it comes to representing labor interests. Donc aujourd'hui, il faut repenser comment soutenir les secteurs qui sont capables de générer des emplois qualifiés pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi. Il y a beaucoup de travail à faire, des plans de réforme, il y en a des milliers, mais plus que jamais aujourd'hui, il faut partir du postulat de base qu'on ne veut pas revenir au modèle auparavant, celui qu'on avait avant. Parce que ce modèle était déjà défaillant et n'arrivait pas à créer des emplois. Il faut créer des ponts entre le système éducatif et le marché de l'emploi pour qu'on puisse dès à présent former des gens qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Or, le problème du Liban, c'est qu'il est incapable de se projeter, et qu'il navigue à vue et qu'on est tout le temps en train d'acheter du temps, qu'on fait de la politique publique à très court terme. Il faut que le critère de soutien des entreprises et des secteurs soit un des principaux critères, soit le nombre d'emplois et quel type d'emploi. Parce que si on veut soutenir les entreprises qui importent de la main-d'œuvre étrangère, d'abord on a un problème, on a tout intérêt aujourd'hui à réduire nos importations de main-d'œuvre étrangère à cause de la pénurie de dollars. Donc il faut remplacer la main-d'œuvre étrangère par la main-d'œuvre locale, mais la substitution n'est pas tellement évidente parce que les qualifications ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller soutenir les secteurs qui créent des emplois adaptés aux besoins de la main-d'œuvre. بسنة 2017 قررت الحكومة وقف التوظيف بالقطاع العام للحد من العجز بخزينة الدولة، ولكن رغم هالقرار وبسنة واحدة تم توظيف أكثر من 5000 شخص قبل الانتخابات النيابية. بيبقى التحدي الأكبر للدولة حل مشكلة التوظيف العشوائي بالقطاع العام، خصوصا بظل الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة. La réforme du secteur public, elle est pas seulement de faire des coupes et de licencier les gens. Il faut d'abord réallouer les ressources au sein de l'administration, parce qu'il y a des administrations qui manquent d'employés, il y en a d'autres qui sont surstaffées. Donc il faut effectivement une réforme globale de la fonction publique. Il faut réfléchir aux postes, aux compétences, aux gens qui sont là. Mais évidemment, ce secteur a beaucoup souffert du clientélisme et des emplois fictifs. Donc il y aura des gens qui vont être laissés sur le carreau. Comment reclasser ces gens en l'absence de filets sociaux? La décision, elle a aussi une portée sociale quand l'État n'est pas capable ni de subvenir aux besoins de ces ménages qui vont se retrouver sans revenus, ni de leur proposer une alternative. Il faut repenser aux compétences de ces gens-là. Il faut s'interroger qu'est-ce qu'ils savent faire, comment ils fassent faire. Il y a évidemment dans la réforme de l'administration publique un volet social qui sera essentiel. Ce n'est pas que des chiffres. L'objectif n'est pas que de réduire les dépenses publiques en enlevant des personnes, parce que la réalité est qu'il y a derrière, il y a une réalité sociale et économique. Il y a des ménages qui vont se retrouver sans revenus alors que l'inflation est à plus de 100%. Donc la situation est très compliquée et les réformes devront être séquencées. تفتقر الحكومة اللبنانية لاحتياطات كافية لتعويض تسريح العمال بالقطاع العام. قرارات الحكومة القادمة خاصة يلي متعلقة بالتوظيف بتأثر كتير على الأمن الاجتماعي، والدليل على ذلك ارتفاع معدلات الجريمة مع زيادة الفقر. الأزمة الحقيقية بلبنان مش وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات وغياب الخطط الواضحة، وحجم الأزمة توضح أكثر من خلال عاملين. أولاً تعددية سعر الصرف
حيث ما عاد السعر الرسمي بيعكس الحقيقة وصار في قباله عأقل له سعرين، السوق السوداء ومنصة مصرف لبنان. ثانياً تدهور سعر صرف العملة ومعه القدرة الشرائية للمستهلك، وبيبرز الارتفاع الهائل بمؤشر أسعار المستهلك التضخم الكبير يلي عم يشهده لبنان خلال هيدي الأزمة. ارتفع المؤشر أكثر من 135% بتشرين الأول 2020 مقارنة بالشهر نفسه سنة 2019. الارتفاع بالأسعار الأكثر خطورة هو أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية يلي ارتفعت أكثر من 440% بنفس الفترة. الأزمة بلبنان متعددة الأوجه، هي أزمة اقتصادية تترجمت بالتراجع الكبير للنمو الاقتصادي، وصل إلى انكماش مثل ما قلنا لحدود 20%. اليوم عندنا الأزمة النقدية، تفلت سعر الصرف لأنه ما في عملة صعبة بلبنان، لأنه بالسنوات الماضية كانت عم تخرج العملة الصعبة من دون ما يدخل عملة صعبة توازي العملات الخارجية اللي عم تخرج من لبنان. ما بقى في عندنا دولار، تترجم بشح بالدولار. وعندنا الأزمة المالية يلي هي أزمة تتترجم بوزارة المالية وعجز الدولة، واليوم الهدر والفساد المتراكم على مدى سنوات والفجوة يلي سجلت بهذا الإطار. اليوم عم بيصير في عندنا ضخ لكميات ليرة هائلة بالسوق من أجل تمويل الدين العام. اليوم الدين العام عم يتم تمويله عن طريق التضخم، يعني اليوم المصرف المركزي عم بيطبع ليرة ليعطيها للحكومة اللبنانية، كمان الحكومة اللبنانية تغطي نفقاتها هلا، بس كمان عم بيطبع ليرة ليعطيها للمصارف، كمان المصارف تسحب المودعين مصرياتهم بالليرة اللبنانية، لأنه هيدي المصاري أصلا مدينتها هي للدولة أو للمصرف المركزي، والدولة والمصرف المركزي صرفوها، ما تبطلت معهم هاي المصاري. اليوم الفقر والغلا وتدهور سعر صرف الليرة، يعني ارتفاع الدولار، كلهم عندهم فرد سبب إنه في طباعة ليرة هائلة عم بتصير بالسوق، في ضخ للليرة كتير كبير عم بيصير. وبالتالي الحل لكل هالمشاكل هي انك يكون عندك انضباط مالي، اللي كنا عم نحكي انه موجود بألمانيا، يكون عندك انضباط مالي، وانه المصرف المركزي يكون مستقل عن السلطة السياسية وما شغلته هو يمولها للسلطة السياسية ويمولها نفقاتها. بيتطلب حل المشكلة النقدية فرض خطة شاملة واضحة ودقيقة بتعيد الثقة للمستثمر اللبناني والأجنبي. استقلالية المصرف المركزي وعدم تمويله للدولة هن بندين من ضمن رزمة الحلول يلي عم يطرحوها الاقتصاديين. اليوم السوق السوداء قائمة لأنه في طلب على الدولار أكثر من العرض. حتى تقدر تقضي على السوق السوداء بدك تعزز الثقة أولاً، إنه اليوم عنا خطة اقتصادية شاملة عم نطبقها، أعدنا هيكلة القطاع المصرفي، وصار في وقف للهدر والفساد بخزينة الدولة أي بوزارة المالية. لما بيكون في خطة شاملة تعيد الثقة من قبل المواطن اللبناني انه اليوم نحن عم نشتغل على هالتلات اذا بدك فجوات، اليوم اذا اجى صندوق النقد وضخ دولارات بالسوق اللبناني او اي جهة دولية اخرى، بتقدر انك انت تلغي او تقضي على السوق السوداء وتعتمد سعر اخر تحدده اليوم الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان وبالتعاون مع الجهات الدولية كالصندوق النقد الدولي او غيرها. صحيح أنه واحدة من المشاكل الأساسية بلبنان نقدية، ولكن المشكلة الأكبر سياسية، وهي بالفعل أزمة عميقة تتخطى أحياناً قدرة اللبناني على حلها، وبالتالي من الصعب على الاقتصاديين طرح الحلول والسير فيها. There are many possible solutions, but let's not discuss them from a politicized angle. Let's use economy as a tool, and let's use monetary policy as a tool for achieving something higher, because that was the underlying principle of soziale Marktwirtschaft. The economy was not the end in itself, but it was there to achieve well-being for or welfare for everyone. Lebanon has not been a welfare country, so we have to develop social safety networks. We have to develop a monetary rationality without politicized hype. We have to understand what actually monetary policy and monetary conditions in the age of digital currency means. التجارة الدولية كتير مهمة لبلد مثل لبنان كرمال يقدر يطلع من الأزمة الاقتصادية اللي هو فيها، لأنه التجارة الدولية بتسمح للبنان يقدر يبيع بضاعته للأسواق الخارجية،
بسعر أعلى من اللي بيقدر يبيعها بقلب لبنان، وبالتالي بتسمح له للي عم بيبيع يعمل أرباح أحسن، بالتالي بتحسن وضعه أول شيء، وبيفوت فريش دولار على البلد. يعني التصدير كتير بيفيد المنتجين اللبنانيين إذا بنقدر نفتح لهم الأسواق الدولية. علماً أنه التجارة الدولية كتير مهمة وقادرة تعزز مكانة لبنان الاقتصادية وتساعد على تدفق العملة الصعبة، ولكن من الواضح أنه الدولة اللبنانية ما أخذت أي إجراء لتعزيز التصدير، بل اعتمدت على جذب الاستثمار والأموال الخارجية لتحقيق توازن بميزان المدفوعات من دون أي اعتبار للميزان التجاري. هو الميزان التجاري بلبنان في عجز هيكلي. ليه؟ لأنه نحن قبل، إذا بتطلع قبل الحرب، كنا نصدر 70% من ما نستورد. هلا وصلنا لل 20% من الكميه اللي بنستوردها. ليه وصلنا لهون؟ لانه النظام اللي اعتمد بعد سنه 90 هو يلي كان انه تثبيت سعر صرف الليره على المستوى اللي نوضع عليه، هيدا ادى بعدين لتناقص القدره التنافسيه للاقتصاد اللبناني، وما عاد فينا نصدر. بالإضافة إلى أنه كان بدك كتير استثمار بالبنى التحتية اللي هي ما كانت موجودة، منشان تقدر أنت تكون عندك بنى تحتية مؤاتية لأنك تصدر. لنصير بلد مصدر ما بيكفي يكون عنا سياسة نقدية جيدة وبنى تحتية متطورة، إنما نحن بحاجة أكتر لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. سنة 2018 احتل لبنان المرتبة 143 من أصل 190 بمؤشر تسهيل الأعمال التجارية، وهذا الشيء بدل على ضعف الدولة بتعزيز مناخ عمل ملائم لجذب المستثمرين من أجل تطوير الصناعة المحلية والتصدير. الإجراءات الموجودة اليوم على الاستيراد والتصدير خانقة التجارة الدولية، وهيدي لازم لها حل حالي. يعني مثلا خلينا نبلش بالتصدير. أنا اليوم إذا بدي أصدر بضاعة لبرات لبنان كمل فوق الدولار على البلد، بتاخد معي 96 ساعة على الحدود و48 ساعة تجميع مستندات. ورغم كل هالمشاكل، الأسواق اللبنانية بحاجة لتحسين جودة منتوجاتها ولتخلق بالفعل قيمة مضافة لتتمكن هالأسواق من المنافسة بجدية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. ما فينا ننافس بالبضائع اللي رخيصة كتير، حتى إذا نطلع بالزراعة ما في ينافس. أنا لأنه اليد العاملة بالدول كانت اللي موجودة حوالينا مثل سوريا والأردن ومصر، يد العاملة أرخص من اليد العاملة اللبنانية. بقى أنا كان بدي روح، بدي طور، بدي أحط قيمة مضافة أعلى، بدي أعمل مثل الألماني تقريبا، يخلي بدي أنا ليه مفروض روح على الصناعات الزراعية ما روح على الزراعة بيع؟ يعني أنا إذا بدي بيع بطاطا مثل، ما في أعمل بطاطا أرخص من سوريا أو أرخص من الأردن أو أرخص من مصر، بس أنا إذا بعمل مثلا تشيبس، عملت تريتمنت، يعني صنعت هالبطاطا صار في عندها قيمة مضافة، بقدر سوقها وبقدر أربح فيها وبقدر صدرها. هون أهمية إن نروح على كل شيء تصنيع وقيمة مضافة عالية، وعندنا كتير قدرة نحن مثلا بالاقتصاد المعرفي knowledge economy. يمكن واحدة من فوائد تدهور سعر الصرف هي انه ادت لانخفاض اكثر من 50% من قيمة الاستيراد، وسمحت للبضائع المحلية انه تتنافس مع الاسواق الخارجية. فشو هي الفرصة يلي لازم يستفيد منها لبنان؟ هلأ صحيح نحن بنقول نحن بأزمة اقتصادية، بس هو بالازمات بتكتر الفرص. من مجرد العملة نزلت قيمتها انت صارت اليد العاملة عندك رخيصة بالنسبة للباقي. مشان هيك كل شيء مستورد هلا بتشوفه غلي كتير، كل شيء صناعة محلية صار يقدر ينافس. يعني فيك انت تعمل بنسميه شيء substitution، يعني انت بتعوض عن هالاستيراد بصناعات نفس المنتجات اللي انت بتستوردها، فيك تصنعها محليا وتبيعها. نظام لبنان الاقتصادي والسلوكيات الاحتكارية أثر سلباً على الموارد الطبيعية من خلال التلوث، أزمة النفايات، إزالة الغابات، التصحر، ضعف التنظيم المدني، ضعف الرقابة وحماية المواقع الثقافية والتاريخية. Environment of Lebanon has been degraded unfortunately and very badly. And moving Lebanon to a more environmentally sane economic reality is not something that will help Lebanon in the first place succeed in the global markets.
it will actually protect Lebanon and help Lebanon survive. You cannot survive if you prioritize profit over your stewardship of your country. الحفاظ على البيئة بيتطلب العمل على عدة عوامل، أهمها تحديد نوع إنتاج الطاقة وكيفية استهلاكها، كيفية التخلص من النفايات، طريقة استخدام الأرض، والحد من الانبعاثات الكربونية. وكونه مشكلة الكهرباء عندها تداعيات كبيرة على البيئة وكذلك على القطاع الخاص والاقتصاد بكامله، التركيز على حل هالمشكلة صار أكثر من ضروري، وما عاد موضوع حد من المخاطر فقط، إنما الحد من الأضرار. موضوع البيئة أو موضوع الطاقة المتجددة هو عنصر أساسي بحل الأزمة الكهربائية بالأول، والأزمة الكهربائية هي عنصر أساسي بالأزمة الاقتصادية اللي نحن عم نعيشها. فأكيد لما نحكي بالبيئة وطاقة متجددة وتوفير طاقة بنكون عم نساهم بحل للمشكلة الاقتصادية بلبنان. لما يكون عنا إنتاج محلي أو إنتاج من طاقة متجددة للكهرباء بنكون عم نخفف استيراد وقود احفوري من برا، هي من جهة يعني عم نحسن الاقتصاد اللبناني، من جهة تانية عم نخلق فرص عمل لانه في شركات صغيرة عم تشتغل للطاقة المتجددة لا مركزية على السطوح، وفي شركات صغيرة لبنانية عم تعمل تحالفات مع شركات اجنبية كمان حتى تنفذ المشاريع الكبيرة اللي عم نحكي عنها. فخلق فرص عمل، تشجيع للاقتصاد اللبناني من خلال عدم استيراد الوقود من برا، عم نحكي تخفيف بانبعاثات الغازات الدفيئة أو ثاني أكسيد الكربون من المعامل، عم نحكي هيدا على مستوى البلد ككل، وحتى تخفيف من الملوثات وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، عم نحكي على مستوى الأحياء من وراء المولدات الموجودة بالأحياء أو اشتراك الموتور. بهالإطار تبين بدراسة لجمعية جرين بيس أنه لبنان عنده أعلى معدل وفيات مبكرة سببه تلوث الهواء الناتج عن استعمال الوقود الأحفوري بكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4 وفيات على كل 10,000 شخص. وصلت كلفة التلوث سنة 2018 من استعمال الوقود الأحفوري على الاقتصاد 1.4 مليار دولار، ما يوازي 2% من الناتج المحلي. So Lebanon needs desperately to improve both the land management, both the preservation of environmental and cultural heritage, but also develop incentives that will position the Lebanese enterprises at par with the global enterprises that are awakening to the importance of environmental, social, and governance. عم بمر لبنان بأصعب أزمة اقتصادية واجتماعية بتاريخه المعاصر. من الواضح أنه لبنان أولاً ما عم بيطبق ضوابط اقتصاد السوق يلي بتحمي المستثمر والمستهلك بنفس الوقت، وثانياً الخدمات يلي بتقدمها الدولة غير عادلة، تضغى عليها الواسطة والمحسوبية. أثبت نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي يلي اعتمدته ألمانيا من بعد الحرب العالمية الثانية أنه كان نموذج ناجح، ووصل هالدولة الأوروبية لتصير وحدة من أكبر الدول الصناعية، وبتبقى حماية حرية الاقتصاد والمنافسة الركيزة الرئيسية وراء هالنموذج، وبنفس الوقت تعزيز الازدهار والضمان الاجتماعي. Well, the way that these overlapping crises could impact on the socio-economic fundamentals of the country are a clear indication that the current model cannot be sustained. It just can't, without taking into account that people even become more poor. The economy will become not more productive, but if anything, less productive. That people will keep pledging their allegiance to sectarian leaders and keep adhering to sectarian identities rather than ideological preferences. معظم خبراء الدول المانحة والمؤسسات الدورية متفقين على ضرورة اتخاذ حلول جذرية ووضع خطط إصلاحية وتطبيقها بأسرع وقت ممكن، ومن هون حل الأزمة بلبنان ما عنده وصفة سحرية،
ولكن مثل ما المشاكل مترابطة فحلولها أيضا مترابطة، فحل أي مشكلة بيخلق إمكانية أكبر لحل مشكلة أخرى. إذا نطلع من منظار نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي، فينا نشوف بداية الحل من خلال تطبيق رزمة الإصلاحات الهيكلية والخاصة بالقطاعات من خلال عمل تشريعي وحكومة. هيدي الإصلاحات مفروض تحمي المستثمر وتعزز التنافس، وبالتالي بتعزز المبادرة الفردية فبتشجع الاستثمارات الخارجية المباشرة. بهالإطار بتحدد الدولة أولويات الاستثمار، فبيعتمد الاقتصاد اللبناني على قطاعات بتقوده للنمو المستدام يلي بدوره بيخلق فرص عمل. بتحمي الدولة العاملين ودافعي الضرائب من خلال المساواة بالفرص المتاحة وخلق فرص إضافية، بتاخد بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على الثروات البيئية. This asset of the solidarity and the human quality is a universal human asset that existed in Germany at the end of World War II and that exists in Lebanon in 2020 despite everything, and that has been part of the history story of the Saura, but is a much larger part than has been utilized until now. Utilizing this resource, this will and this solidarity will give us hope, because frankly all economy in itself is only a tool that is as good as the purpose that it serves, and economy is not an end in itself. It is a tool to make our lives better by being subsidiary to our society. بالنهاية قدرت ألمانيا بفضل نظام السوق الاجتماعي من تخطي أزماتها الداخلية، فهل لبنان قادر بالسير على نفس الطريق؟ Thank you.